المسلمون عن هذه المعارف الموجودة عند أهل البيت؟ الفخر الرازي في تفسير الكبير عند كلمة لطيفة، هاي الكلمة قرأتها قبل فترة طويلة في المجلد الأول في سورة الحمد في الآية الأولى، مضمون كلامه، يقول: اختلف المسلمون في البسملة. الآن أنتوا لاحظوا صلوات الجماعة، المسلمون مختلفون، واحد يقرأ واحد ما يقرأ، واحد يجهر واحد يخفت. يقول هنالك الفخر الرازي: رأي فلان كذا ورأي فلان كذا ورأي فلان كذا، وأما رأي علي بن أبي طالب فهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وهذا هو المعتمد عندي، رأي علي، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ومن أخذ دينه من علي فقد هدي إلى صراط مستقيم. مضمون كلامه طبعا، لأن قبل فترة طويلة أنا شايف كلامه. إحنا نسأل الفخر الرازي فقط في بسم الله تأخذ رأي علي؟ هذا هو في المعارف الألوهية، في قضية النبوة، في قضية الإمامة، في قضية المعاد، لا تأخذ دينك من علي باعتباره امتداد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. تدرون الفخر الرازي ماذا يعتقد؟ تدرون الملايين من المسلمين الآن ماذا يعتقدون؟ لأنه لم يأخذوا دينهم من علي باعتباره امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله، لأنهم تركوا أهل البيت، لأنهم همشوا أهل البيت، أكو هنالك تهميش متعمد لأهل البيت. تدرون خط الأشاعرة الحاكم ماذا يعتقد في الله، ماذا يعتقد في النبي، ماذا يعتقد في الإمام؟